سلام ومرحبا بكم من جديد. اليوم نكملوا نواصلوا في تحضيرات العيد. جبت لكم الوصفه تاع غافايلو، تجي بزاف بنينه وطريه، ونشارك معكم تاني الطريقه كيفاش تخلوا النواط كوكو تاعكم يقعد طري، لخاطرش معروف انه هاد الحلوه تنشف تمتم بصح بهاد الطريقه ان شاء الله راح تقعد لكم طريه لمده طويله. هنايا عندي حليب مكثف ولا مركز، باطه فيها قريب 400 غرام، انا نسحق باطه ونص، و300 غرام من جوز الهند يكون مرحي، اذا مرحي انا كما ديالي مرحي، واذا ماشي مرحي نتوما زيدوا الحوش شويه. انا راني حنضيفو بشويه، والهدف يعني راح يكون تحصلوا على عجينه تكون طريه زياده على العجينه يعني النهائيه. علاش؟ لخاطرش اسمو الجوز الهندي راح يشرب على بيها. كاين بزاف اللي يشتكوا يقول لك هاد الكاطو نديرو بصح يجيني يابس وما ينجحليش. دوكا انا حنوري لكم كيفاش باش تحصلوا على يعني الغافايلو تاعكم يقعد طري. ديروه نتوما هذاك الحليب المكثف تاعكم حتى يعني تكون العجينه بزاف طريه وتخلوها تبعد، لخاطرش لو كان تمتم تشكلوا الكريات تاعكم غدوه من داك ولا بعد يومين ثلاثه كما راح تشوفوا باللي هذاك الكاطو تاعكم راهو يبس. اهم لا نتوما ديروا الحليب تاعكم وخلوه يعني العجينه تكون طريه زياده على اللزوم وخلوها تبات. غدوه من داك كما راح تشوفوا باللي العجينه تاعكم شويه يعني تقعد طريه، بصح تشوفوها بلي نشفت باغابوغ النهار اللي من قبل. هاولي كيما راكم تشوفوا هنايا ما بعد ما درت الحليب تاعي وعجنتها، هاولي كي النتيجه. انا حنخليها هنايا تبات، نغلق عليها، لازم تغلقوا عليها، ديروها في اون بواط تغلفوها مليح باش ما يقيسهاش الهواء. وغدوه من دا كيما راكم تشوفوا قعدت طريه، مي بصح نشفت زياده على على واش كانت لافاي. كيما هذا تقدروا تخدموا بها، مي بصح بعد يومين راكم راح تشوفوا باللي راهي شربت. كيفي انتوما دائما ديروا العجينه تاعكم تكون طريه بزاف باش تضمنوا بعد ايام راح تكون مليحه تقعد لكم طريه. كيما راكم تشوفوا شدت مليح روحها، يعني كانت معسله مي شاده روحها. هنا راح نطريوها زياده، وهاو ليك القوام النهائي. نتوما هي اي طريه بزاف، بصح نتوما اذا عذبتكم باش تديروا الكريات تاعكم حطوها في الفريجيدير شويه ومن بعد تبداو تشكلوا الكريات. لا فارس راني راح ندير الكوفريت، استعملت ان باكي فيه 175 غرام، وزدت 50 غرام تاع اللوز. انا عندي اللوز من الكاوكاو، ما عندناش هنايا في هولندا، راكم راح تشوفوا باللي كامل الحلويات تاعهم يكونوا باللوز، بصح نتوما تقدروا ديروهم كامل بالكاوكاو ما كاش مشكل. حتى تقدروا ما تحبوش ديروا هاد ليتاب هادي ما ديروهاش، وزيدوا طموا لافارس تاعكم بالشوكولا. هذا ما كان
عندكم غير زوج ولا ثلاث مكونات كما تحبوا. تحبوا ديروها غير بالكوفريت ولا ما كانش تحبوا ديروا المكسرات اللي عندكم. حنايا عندنا مشكل مع الكاوكاو، تصيبوا كامل انواع تاع المكسرات، صح الكاوكاو ما تصيبوش، واذا تصيبوا تصيبوا دوك اللي يمدوهم للزواوج ولا ليزيكوغاي ياكلوهم. صح هو صغير، هو في البنة بنين، كان تاكلوه هكذاك وحده ولا ديروا له الملح بزاف بنين، مي بصح باش تستعملوه الكاطو امبوسيبل تقشروه. ما ملي تقشروه ما تاخذوش نحولو كامل هذيك القشره من الفوق، لاصقه بزاف ما لقى يتحمصوه ولا تقشروه هو سخون، ما تنحاش كامل. كيفي اذا كان كاطو لي بالقشره يساعد، بصح اذا كان كاطو اللي لازم يكون بيض امبوسيبل نقدر نستعمله. هنايا شكل الكريات تاعي تاع نوات كوكو 30 غرام، ولا فارس صح تكون 10 غرام. نتوما تقدروا تزيدوا شويه زياده ولا تصغروهم اكثر، نتوما مع الاخراكم راح تشوفوا النتيجه، راح يجوا كريات يعني القد تاعهم لاباس به. راكم تشوفوا بلي طريين الكريات تاع لافارس، سكيفي حطوهم في الكونجيلاتور يشدوا روحهم هذا 5 ولا 10 مينوت، تاع 5 ولا 10 دقائق، وخرجوهم باش كي تشكلوا الكريات ماكمش راحين ماكمش راحين يعذبوكم. ونسحق عجينه السكر باش ندير تزيين. هنايا الجوز الهند تاعي راهو طري، وباش نسهل الخدمه هذوك الكريات راهم شادين مليح روحهم، لو كان يجوا فيه زوج طريين راح يعذبوكم شويه. مالكي العجينه تاع النوات كوكو راهي طريه بصح ما تلصقلكمش في اليدين، وراح يجيكم يذوبوا في الفم. حتى البنه تاع الكوفريت هذاك بزاف بنين، مع يعني يسماري بيان مع الجوز الهند. انايا هادوما لي بابيون تاعي كنت باش نجري، كنت نديرهم في هذاك المولتا سيليكون ونحطهم في الكونجيلاتور باش تمتم يشدوا روحهم. هنا راني نستعمل شيكولا دايبه باش نلصقهم. لافارس تاع الداخل تقدروا ديروا الداخل واش تحبوا، واش يكون عندكم متوفر تقدروا تستخدموه باش ديروا لافارس تاع الداخل. كيما البارح راني شاركت معكم الوصفه تاع البنيون، قادرين ديروا شويه زياده وديروه لهاد الكاطو يعني الداخل، عوض ديروا الكوفريت ديروا لافارس تاع بالبنيون. وهاي ليك النتيجه النهائيه. هاد الكاطو ما تقدروش ما تنجحوش فيه، المشكل الوحيد انه ينشف، بصح انا عطيت لكم الحل، جست ديروه لافاي شمخوه بزياده وغدوه من داك شوفوا اذا تزيدوا له ولا لا، سا ديبون نوعيه تاع نوات كوكو تاعكم. فوالا ان شاء الله يكون عجبكم، ونشوفكم في الفيديو الجاي مع وصفه جديده. واذا درتوه ما تنساوش تشاركوا معايا الصور في الانستغرام، ونقول لكم سلام.